تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة زوجة وزير التموين المصري الأسبق باسم عودة دكتورة حنان توفيق. أهلا وسهلا بك دكتورة. في البداية، ما هو وضع دكتور باسم الآن؟ والله الدكتور باسم هو ممنوع من الزيارة دلوقتي بقاله أكتر من 9 شهور، يعني داخلين في الشهر العاشر. إحنا عملنا الحملة دي، انفرق إن إحنا عملنا الحملة دي من أسبوعين على الفيسبوك للمطالبة بالزيارة للدكتور باسم. وطبعا هي منع الزيارة طبعا بدون أداء أي أسباب، يعني عملنا خطوات قانونية كتير جدا وشكاوي وتلغرافات يعني من غير أي نتيجة. وكان هو عمل إضراب لفترة بسبب منع الزيارة، بس برضه مفيش أي نتيجة. طبعا هي الحقيقة الزيارة يعني للمعتقل أو المحبوس هي حق، يعني حق مشروع وواجب يعني أكدت عليه جميع منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية في كل مكان يعني. وبعدين المطالبة بالزيارة للدكتور باسم يعني إذا ما كانش علشان ما بذل من جهد وتضحية أو اللي قال دي يعني خلال فترة وزارة القصيرة وفي وقت كانت فيه البلد من أصعب الفترات اللي مرت بيها البلد، فعلى الأقل من حقه كمواطن مصري يعني. طيب دكتورة، متى تم منع الزيارة عن دكتور باسم؟ والله آخر زيارة كانت يوم 9/11 السنة اللي فاتت. يعني احنا داخلين على سنة دلوقتي وتم تجديد فعلا منع الزيارة 3 شهور كمان جايين، يعني تقريبا هيكمل سنة. طيب ما هو السبب وراء منع الزيارة؟ يعني ما الذي يقولونه لكم عندما تطالبونهم بحقكم في الزيارة، الحق الطبيعي لأي إنسان؟ والله أي حد بيسأله بيقول دي أوامر وما فيش أي أسباب. طيب الدكتورة، هل منع الزيارة لدكتور باسم عودة فقط أم هي يعني هذا القرار قرار المنع لعدد آخر من المسجونين أيضا؟ طبعا هي مش الدكتور باسم بس، هو طبعا في عدد كتير من المعتقلين العقرب ممنوعين، واحنا الدكتور باسم معتقل في سجن الملحق. سجن الملحق فيه 10 افراد معتقلين، في 6 منهم ممنوع منهم الزياره، وفي ناس بقى لهم فترات كمان يعني اطول مننا، يعني الزياره مش ممنوعه من الدكتور باسم بس. لكن الحقيقه الفترات الطويله دي يعني اثرت طبعا على يعني عدم رؤيته الأبناء وانقطاع تام، مفيش أي تواصل ولا أي متابعة لأخباره. يعني أنا مش عارفة يعني إذا ما كانتش الزيارة حق أبنائه، طب إيه ذنب أولاده الصغيرين إن هم يتحرموا إن هم يشوفوا باباهم أو يقعدوا معاه أو يقابلوه أو يتابع أخبارهم طوال الفترة دي كلها؟ بعدين هم بيعاقبوه ولا بيعاقبوا الأطفال؟ دكتورة، أنت أيضا قمت بتدشين حملة على تويتر للمطالبة بحق دكتور باسم عودة كي يرى أولاده، هل تظنين أن حملة إلكترونية على تويتر أو على فيسبوك ستساعد في إعادة هذا الحق؟ والله إحنا أملنا بالكلام اللي إحنا بنعمله دون إن الحاجات دي توصل لمنظمات حقوق الإنسان لو ما كانتش المصرية على الأقل العالمية، يعني عشان التدخل وإعطاء الدكتور باسم ومش هو بس، غيره يعني من المعتقلين اللي ممنوعين من الزيارة فترات طويلة حقهم أو اللي هو يعتبر أبسط حقوقهم في البلد دي، هو الدكتور باسم معتقل ظلم ومحكوم عليه ظلم، فعلى الأقل يعني أبسط حاجة إن هو يشوف ولاده على الأقل في الفترة اللي هو ممنوع يعني إن هو يعيش معاهم في الفترة دي بسبب الظلم اللي وقع عليه، فعلى الأقل يكون أبسط حقوقه إن هو يشوفهم أو يشوفوه أو يزورهم أو يقعد معاهم. وأعتقد يعني جميع دساتير العالم وقوانين العالم ومنظمات حقوق الإنسان كلها بتنص على إنه من حق المعتقل أو من حق السجين الزيارة، يعني حاجة شرعية بالنسبة له، فليه يحرمونا من حق قانون شرعي لينا في البلد؟ نعم دكتورة حنان توفيق، وصلت هذه الفكرة كاملة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة.